شرفني ونورني عبر الهاتف الآن الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة فريق كرة اليد بالنادي الأهلي في المغرب. يا فندم مشرف ومنور وألف مليون مبروك. الله يبارك فيك يا كريم، ربنا يخليك، وألف ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي كلها ولكل مصر. طبعا احنا كنا بطولة الأفريقية بنمثل فيها النادي الأهلي وبنمثل فيها أكيد مصر، الحمد لله فوز كبير ونتيجة غالية علينا جدا، وبكل أحداثها بكل الصعوبات اللي واجهناها. مبروك برضو لفريق البنات، نقدر نقول لهم مبروك، كنا نتمنى طبعا يكونوا في النهائي، لكن ظروف برضو خارجة عن إرادتنا، كانت يعني حالة دون إن احنا نوصل للنهائي. إن شاء الله بإذن الله بنوعد الجماهير إن شاء الله نقدر يحققوا ده في البطولات اللي جاية إن شاء الله. الحمد لله. كنت بسألك على توقعاتكم لهذه المواجهة، المواجهة النهائية، هل كنتم متوقعين إنها هتبقى بالسهولة دي؟ لا طبعا احنا يعني دايما طول الوقت أداءنا ثابت مع كل الفرق بغض النظر عن المستوى، احنا بنشتغل بشكل معين ثابت مع الكل، بنحترم الخصم، ودي أكتر حاجة بنأكد عليها مع اللاعبين، وهم طبعا أكثر خبرة في الأمور اللي زي دي. لكن طبعا دي حاجة يعني مش محتاجة إن احنا نتكلم عنها، إن المباراة الأساسية هي كانت مباراة قبل النهائي مع الزمالك، طبعا هي اللي فيها الصعوبات، وهي اللي كان يعتبر نهائي مبكر بكلام الناس كلها. لكن ده مش معناه إن احنا لما جينا النهائي كنا داخلين يعني بنتكلم في النتيجة، احنا بنفرض أسلوبنا وبناء على أسلوبنا في الملعب من اول دقيقه لاخر دقيقه زي ما انت بتشوف. حتى لما بتلاقي ان مستوى المنافس مثلا مش قادر يجاريك، ده مش معناه ان احنا بنهدي الريتم ولا اي حاجه، لا، لانه في طريقه واسلوب معين للعيبه هم متعودين عليها بغض النظر عن الفريق المنافس. عظيم. الحمد لله. يعني مباراه الزمالك يا فندم، انا بس عايز اسالك على حاجه مهمه جدا. المباراه مش منقوله تلفزيونيا، شفناها احنا على الانترنت، وانا متخيل انفعالاتك كانت عامله ازاي في المواجهه ديت. صف لي احساسك وشعورك اثناء المباراه حتى نهايتها واللحظات الاخيره تحديدا. طبعا يعني زي كل اللي تابع المباراه، المباراه كانت في الشوط الاولاني ماشيه سجال بين الفرقتين، انتهى الشوط الاول بفرق 2 للنادي الاهلي، بس ده ما كانش مش مؤشر لاي حاجه. الماتش بقى في الجيم كله كان الشوط الثاني، طبعا لحظات صعبة جدا جدا عشناها كلنا، كل الأطراف، كل الناس اللي كانت حاضرة المباراة، انك توصل في الدقائق الأخيرة يبقى الفرق 4 لنادي الزمالك وانت بتحاول تعوض، نيجي في آخر دقيقتين يطرد منك واحد من أهم اللعيبة في الملعب إبراهيم المصري بطرد مباشر، وبعديها زميله دقيقتين، فتلاقي نفسك تلعب في آخر دقيقتين بأربع لعيبة قصاد 6. لكن ده إدى إصرار كبير للعيبة انه الاربعه الموجودين في الملعب بمقام 6 لاخر وقت. كنا بنحاول ان احنا طول الوقت بنلعب من اول ثانيه لاخر ثانيه، وده اللي احنا كنا متفقين عليه بغض النظر. النتيجه كده كده محسومه مكتوبه، لكن احنا دورنا ان احنا نعمل اللي علينا. دكتور مهند ان شاء الله راجعين امتى باذن الله؟ انا بعتذر طبعا عن لا ابدا يا فندم، انا فاهم المغرب يمكن الامور صعبة شوية، لكن بقول لك ان الامور كانت صعبة واللحظات الاخيرة كانت صعبة جدا. عندنا طبعا اعصابها ما كانتش مستحملة الامور، تعبوا وحتى من نادي الزمالك يمكن بستغل المداخلة معاك وبتمنى السلامة للكابتن حسن يسري، لانه عرفنا ان هو تعب يوميها وراح المستشفى. كان عندنا لاعيبة برضو كانت اتصابت ورحنا المستشفى، فتقريبا عرفنا ان كابتن حسن يوسف برضو كان تعب، فالمباراه كانت شدت اعصاب كبيره جدا. الحمد لله يعني الفريقين شرفوا كره اليد المصريه زي ما عودونا دايما. احنا ان شاء الله باذن الله بكره بالليل ميعاد الطياره، هي رحله طبعا مرهقه شويه، اكثر من حوالي 12 او 13 ساعه في السفر في الذهاب او العوده، فهنوصل ان شاء الله بعد بكره الصبح ان شاء دكتور الله. دكتور مهند انا مش عايز اقطعك، بصراحه، بس يعني في كلام كده حلو ما بحبش اعديه، يعني كلامك المحترم عن نادي الزمالك وانه الاثنين مثلوا مصر افضل تمثيل، وانك تتمنى السلامه للكابتن حسن يسري. في كتير من الناس، وانت اكيد متابع جيد سواء اعلام او سوشيال ميديا، الناس اللي طول الوقت تقول لك لا العلاقه بين الاهلي والزمالك متوتره، لا العلاقه مش جيده بين الاهلي والزمالك، وانت تتحدث بمنتهى الاحترام والجمال عن نادي الزمالك دلوقتي يا فندم. لا طبعا ما فيش، احنا بينا كل احترام،
الملعب والمنافسه ده حق مكتسب لكل واحد انه يموت نفسه ويعمل اللي يقدر عليه عشان يسعد جماهيره. بعد ال 60 دقيقه ما بتخلص، بعد ال 90 دقيقه في كره القدم ما بتخلص، بعد اي حاجه بعد ال 40 دقيقه في الباسكت ما بتخلص، خلاص نسلم على بعض واللي ربنا كاتب له المكسب بيهني التاني، ودي الروح اللي ما بيننا، وده المفروض اللي احنا دايما نقوله وناكد عليه. ف يعني انا شايف ان يعني انا ده الطبيعي، يعني ده 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 الطبيعي برضو يعني يعني احنا ما بنلتفتش لاي حاجه، والجماهير لو في بينهم بعض زي يعني مداعبات ولا حاجه ولا بتاع، دي حاجه احنا خلاص كلنا متعودين عليها لازم نتقبلها، زي ما بنتقبل النقد وبنتقبل ان هم بيباركوا لنا وبنتقبل الدعم، دي حاجه ملهاش يعني علاقه يعني. لكن لا اقصد اقوله ان فضل. الاجواء صعبه جدا، يعني معلش اسمح لي لو اقول لك على بعض الظروف. طبعا هنا الناس والاستقبال والضيافه كل حاجه يعني اكثر من رائعه، لكن كل مدينه او كل مكان يعني بيبقى ليه امكانياته يعني، فطبعا الامكانيات على قد المتواجدة هنا، مش تقدر يعني تقدرش انت تقول ان الامور كانت في افضل حالاتها، فده بيمثل طبعا ضغط. الجو هنا صعب جدا جدا، يعني الجو غريب متقلب وفي نفس الوقت رطوبة عالية جدا، بيأثر على الأداء وبيأثر على اللعيبة. كمان أكيد الناس فاهمة إن إحنا لسه مخلصين بطولة العالم للأندية، وأي بطولة عالية بوصل فيها للتوب بيرفورمانس الكيرف بينزل بعدها شوية، ده أكيد برضو أثر شوية. عشان كده بنقول إن المكسب هنا يعني يعني كله تدابير ربنا، مش توفيق من ربنا، مش يعني للشطارة ولا أي حاجة، إحنا بنجتهد ونعمل اللي علينا والحمد لله، يعني ربنا بيكتب التوفيق ونحاول قدر الامكان ان احنا نسعد جماهيرنا، دي اهم حاجه يعني الحمد لله. وعملتوا المطلوب منكم قدام جماهيركم بكل تاكيد يا دكتور مهند، وبطبيعه الحال مش هسيبك الا لما اسالك. طبعا انت خلاص تخلصت المهمه بتاعتك بنجاح شديد جدا، واكيد قلبك دلوقتي في الامارات مع فريق كره القدم، وقول لي احساسك وتوقعاتك وامنياتك لهذه البطوله باذن الله النادي الاهلي يشارك في كاس السوبر المصري. والله قلبي معاهم طبعا، واتمنى ان شاء الله يقدروا يسعدوا الجماهير، احنا كلنا يعني مكرسين وقتنا في اسعاد الجماهير اذا كان مجلس الاداره او اللاعبين والجهاز الفني والاداري، ربنا معاهم ان شاء الله ونقدر نعدي البطوله نرجع بيها ان شاء الله. كلنا ثقه فيهم، كلنا متفائلين خير ان شاء الله. كنت يعني انا الحمد لله انت عارف يعني قلبي معاهم، لكن انا طبعا هنا في مهمه رسميه مع فريق كره اليد. سعيد جدا جدا وتشرفت ان انا كنت رئيس للبعثه، ومن الامور الحمد لله عدت على خير وقدرنا نذلل كل العقبات اللي كانت هنا على قد ما نقدر. ومن الناحيه الثانيه ان شاء الله عندنا ثقه كبيره جدا جدا في زملائي في مجلس الاداره او الجهاز الفني والاداري واللاعبين ان هم يسعدوا جماهيرنا ان شاء الله ويرجعوا لنا بالسوبر ان شاء الله. خساره السوبر الافريقي تدي دافع ايجابي للنادي الاهلي في البطوله دي، ولا شايف انه ده يمثل ضغط على النادي الاهلي؟ لا لا مفيش ضغط ولا حاجه، يعني خلاص احنا بالنسبه لنا السوبر الافريقي دي صفحه واتقفلت، زي ما بنعمل كده في المكسب، يعني كنا بنعمل كده في المكسب فطبيعي نعمل كده في الخساره، دي بالنسبه لنا صفحه واتقفلت. بنفكر دلوقتي في السوبر المصري، عندنا ماتشين مهمين جدا، فرقتين محترمين مركزين جدا ان هم يبقوا نعمل الاداء اللي يليق باسم النادي الاهلي، ونرجع ان شاء الله متوجهين بالبطوله باذن الله. دكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس بعثه فريق النادي الاهلي لكره اليد في المغرب، انا بشكرك شكرا جزيلا، ومره اخرى بهنيك الفوز ببطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري. من الناس المحترمه جدا دكتور مهند مجدي، واحترم انا المسؤول لما يبقى مسؤول ويتكلم باحترام، يتكلم باحترام عن ناديه، يتكلم باحترام عن المنافسين، يبقى مرتب كده والامور تبقى تحس انك بتتكلم مع مسؤول، وده عاده الناس يعني في النادي الاهلي بصراحه كلهم ناس محترمه جدا.